Pour nous, c'est important de d'assister et de. من المهم بالنسبة لنا إحياء ذكرى هذا الاعتداء الإرهابي لنذكر عائلات الضحايا أننا هنا إلى جانبهم وأننا لم ننسى ما حصل، خصوصاً أنهم أشخاص أتوا لتمضية عطلتهم في تونس ووقعوا ضحية هذا الهجوم الفظيع. زادت بريطانيا حجم سفارتها هنا 3 مرات بهدف مساعدة تونس على القيام بالخطوات المهمة للتمتع بالقدرة على اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة اليوم في هذا العالم الخطير الذي نعيش فيه. تشارلز كولن. Thank you.